معك مساء الخير في هذا الشهر الفضيل للدوري ديال ابناء حلاله في النسخه الاولى ديالو من تنظيم شباب قطاع الاعلام مدينه القنيطره. كنظن انها دوره ناجحه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كانت فرق تنافست من البدايه، فرق يعني اللي مثلت واحد الاصناف متعدده من المجتمع، الاصدقاء مع الطاقه النوويه، كذلك التقنيه في نظم المعلومات وعلوم الحاسوب، الاعلاميين، القانونيين، الحقوقيين، مجموعه من الفرق ديال التجار الى اخره. اذا الدوري كان يعني على اعلى مستوى ديال التنظيم. كنظن ان هذه الدوره هذه غادي تعطي واحد الدفعه كبيره للاعلاميين الشباب باش ينظموا في المستقبل القريب تظاهرات اخرى سواء رياضيه اجتماعيه او فنيه. وهذا هو بيت القصيد ومربط الفرس، ان الاعلاميين الشباب انهم ينظموا اشياء جميله اللي كنظن ان عندهم طاقات كثيره باش ينظموا اشياء جميله. الحمد لله فعلا هذه السنه هذه اللي هي سنه 2023 استطعنا اننا نجمعوا الاعلاميين كما العاده، توحدنا كاملين الحمد لله. كان معنا امين الزميل عن جريده العالم 24 وانا النائبه ديالو، ايضا معنا هدى وكثير من الزملاء اللي تجمعنا كاملين واستطعنا اننا ننظموا هذا الدوري لابناء حلاله في نسخته الاولى. الحمد لله من الاول حتى الاخر حنا ماشيين مزيانين، واليوم كيشتي معنا الزميل مهدي هو الفينال ديال دوري ابناء حلاله. كنتمنى ان كل شيء مر في اجواء سلسه ومزيانه. طيله هذه الايام هذه مرت الاجواء بروح رياضيه جميله جدا هنا بملعب رحاب باب فاس. الحمد لله الجميل في هذا الشيء كامل هو ان الاعلاميين ديال مدينه القنيطره كلهم بينوا وغادي يبينوا اننا كنا الحمد لله زملاء، كنا كنتحدوا في السراء والضراء. طبعا الحمد لله هذه كنظن انها بادره الاولى من نوعها هنا بمدينه القنيطره، وباقي ان شاء الله الايام القادمه. فكره رائعه وفكره جميلة وشرف لي، وشكرا لكم على الدعوة، ونتمنوا من الإعلاميين الشباب ما تكونش هذه البادرة غير في رمضان، نتمنوا تكون في شهورة كاملين إن شاء الله. علاش ما نديروش حنايا كل شهر مثلا باش نحفزوا نيت حتى الشباب، وكل التوفيق لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد اليوم أنني نتواجد بين ظهراني إخواني وأصدقائي في مدينة القنيطرة عز على قلبي بهذه المبادرة الجميلة اللي كيشرف فيها مجموعة من الشباب الإعلام هنا بمدينة القنيطرة. وطبعا مدينة القنيطرة كانت دائما مشتل للمواهب في مختلف الرياضات، ونأسف نحن نتذكر بمرارة غياب النادي القنيطري النادي الكبير عن الأضواء، ونتمنى إن شاء الله قريبا يعود للمكان الطبيعي اللي هو المنافسة في القسم الأول والمنافسة على الألقاب. دائما النادي القنيطري غادي يبقى نادي كبير، وما نساوش كذلك الرزوزي والنادي القنيطرية حتى هما إن شاء الله نعود نشوفهم ويعطيونا شي أسماء أخرين. دائما كانت مدينة القنيطرة ولادة باللاعبين المميزين وفي مختلف المجالات التي كيف قلت.